وجه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة بدعوة رئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة السيد كاريث براون والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي السيد دانزن وايت لحضور منافسات النسخة الثانية من بطولة اتحاد القتال الشجاع التي تنظمها منظمة اتحاد القتال الشجاع على صالة مدينة خليفة الرياضية يوم 2 ديسمبر المقبل. وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن بطولة منظمة اتحاد القتال الشجاع رغم أنها لا تزال وليدة هذه اللحظة إلا أنها اكتسبت شهرة على الصعيد الدولي بفضل الخطة التي رسمناها لاستقطاب أبرز الأسماء العالمية على مستوى المقاتلين المحترفين للتنافس في نزلات هذه البطولة والتي حققت نجاحا باهرا في انطلاقتها عبر النسخة الأولى التي أقيمت في شهر سبتمبر الماضي.